انا رايي ان احنا نعمل اول واكبر واضخم شركه استثمار عقاري في الشرق الاوسط. خد بالك يا حاج عبد الحميد. ها طبعا، بس يا اخوانا واحنا فرحانين كده بالدمج مش عايزين ننسى الاكل. الاكل يبرد ولا ايه يا موه؟ موه الكابوريا المخليه دي بقى مزاجة عندي عطت. عايزك لما نتجوز ما تتقطعش من البيت. ها وانا حشليها لك بايديا يا ميسو. بايديك اه بايديك نيني ودا ودا بيدا بيدا هما 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 يا جامل. فتفتها له بقك واديها له عشان سنانه. ها اعملي حسابك شهر العسل هنقضيه كله في كأن على اليخت بتاعي يا روحي. احنا من هنا على لبنان على طول، ننزل بالطياره على المستشفى. اه انا دكاتره التجميل هناك قالوا لي ممكن يحطوا لك وش غير الوش ده خالص. كل مصري ينادي انا ميل كل بلادي، قلبي يميني فؤادي، روحي فداء اوطاني. يا جمالك يا دلالك، انا نفسي اشعر بحنانك. تحترم نفسك يا اخي وتقعد بادبك. ترضى ان انا اعمل في اختك كده؟ اه ليه لا؟ انا بقى مرضاش، والبيت ده بيت محترم. انت مالكش غير نص البيت بس. انا النص بتاع نص محترم، انت ليك النص اللي فوق وانا ليا النص اللي تحت، وكل واحد يلم نفسه بقى بصراحه. نعم نعم، وعبد الحميد ماله؟ ما اللي معاه هي اللي تلم نفسها. بس يا ولية يا شرشوحة انت. احنا اللي نلم نفسينا. يلا بينا اعطيات. استنى بس، رايح فين؟ رايح فين ده؟ ده انا قعدت طقطقت. انا اللي غلطان يا بارع انت. ما هو الشغل لازم يبقى فيه طقطقه. انا اللي غلطان. اه بس عشان نتحاسب العمليه ما تجيش كده اصلا. عشان انا حطيت ايدي في ايد واحد زي ده. استنى يا عبد الحميد، استنى بس، هو في شغل من غير طقطقه؟ مساء الخير يا ابو حسين بيه. خير يا سياده اللواء. انتوا مش خدتوا القصر والشركات وكل حاجه؟ عايزين مني ايه تاني؟ انا مش جاي عشانك يا محسن بيه، انا جاي لعبد الحميد الانفوشي والست عطيات اخته. ايه طلعوا متعسرين هم كمان؟ لا انا سبت الاموال العامه من الحركه اللي فاتت. امال فين دلوقتي سيادتك؟ مباحث المخدرات. اه مخدرات. وانا اقول اشمعنى انتوا اللي مش متعسرين في البلد دي؟ مخدرات. يلا حبيبي قطعيته. نعم يا حبيبي. يلا يا بنت الكلب من هنا. يلا تاني. ابو سيدك ابو سيدك انك تسعد. لو رفضت ما اطلعش انا مش هسامح نفسي ابدا. والنبي يا بينا والنبي انا ماليش غيره في الدنيا. رافض اللي شغال عند موجه النشار اتحبس وخدوا التوك توك بتاعه، وانت جاي لي دلوقتي عشان نخرجه مظبوط؟ ويا ريت تطلعوا لنا التوك توك يا باشا، دوت غلبان. حاضر يا سيدي، الواد والتوك توك. ربنا يخلي لك بوبوس ولا يحرمك منه. هو اصلي كان في حاجه كده يعني. مبروك مؤدبا. موجه النشار بني ادمه هايله وكويسه ومحترمه، بس الله لا بقى وشها يبقى كويس عليك. حاكم انت عارف استدي اصلها قدام، وطبعا انت عايز توافق اوضاعك دلوقتي انت وهي وتجدول من الاول. وغلاوه بوبوس عندك لا تديني اخر فرصه. انا المره دي هشتغل بجد. حاسس بفرتكة ولا
ما تيلا يلا ايه؟ نتجوز في ظروفنا دي؟ ده انت رايق. ما العيال دول ظروفها صعبة والليلة بليلة وبتجوزوا بره. مسا الحلاوة. مسا حلاوة. مسا حلاوة. سيادتك لا مؤاخذة مش عايز سواق؟ هو حضرتك بتشتغل سواق؟ سيادتك انا عندي تاكسي. طب عندك تاكسي وعايز تشتغل عندي ليه؟ لإقساط حضرتك يا باشا والبنك ما بيرحمش. الله انت متعسر انت كمان؟ متعسر؟ الحمد لله. مساء الجاب. مساء الجواف يا اخويا مسلم. محسوبك جضل صاحب الفرن اللي في اخر الحاره. وزي ما تقول ده انا اللي مربي رافض. ونعم التربيعه. الحل واقف يا باشا. هم مش هيشوفوا حل. الا انت متعسر انت كمان؟ قوة. قوة يا باشا. عندي امساك ليا ثلاث ايام. مساء الفل. هو فين الفل ده يا باشا؟ صحيح مفيش فل. لا ولما انت مش شايف فل بتقول لي ليه مساء الفل؟ شايفها مزحزحه؟ شايفها مخدره؟ شايفها بتنطر؟ يا عم انا اسف ما جريتش كلمه. بقى جاي تقول لي انا مساء الفل ليه؟ شايفني رايق؟ شايفني مزقطط؟ مش شاكي عينه؟ الله بتحزم وبرقص. خلاص يا سيدي حقك عليا. هو انا جبت سيره امك؟ انا بقول لك مساء الفل وكمان بتقولها في وشي. بلاش مساء الفل، مساء الزفت على دماغك ودماغ اللي جابك. يا رب طول ما انت ماشي في الشارع الناس كلها تقول لك مساء الفل، لغما تبقى عريان بلبوس معضم يجي لك عزرائيل ياخد روحك يقول لك مساء الفل، يطلعوك على جهنم تلاقي بعرور مستنيك هناك يغني لك مساء الفل. لا ده انت قصد يا باشا. اوعى على النبي، ده فرح عقبال عندك وبعدين الباشا ضيف عندنا عشان خاطر اهدى. اهو ده لا ده مساء الفل. خلاص خلصت يا باشا، جابوا ترفق. ربنا يتقبله. اللي قدامك ده رئيس عمال قد الدنيا، كنت شغال عند الجدع الحرامي شيخ المنصر اللي اسمه محسن الداوي. قمت من نومي فجأة لقيتهم رافضيني أنا ويجي 3000 عامل زي خرب بيوت يا باشا. شردونا يا باشا، أكلونا لحم ورمونا عظم. سبع عيال أمهم بقرفهم أكلهم وشربهم ومدارسهم حلقين في رقبة يا باشا. يوم يجي الجدع اللي اسمه محسن الداوي شردني أنا وعيالي، عليا الطلاق بالتلاتة اللي أجيبه مطرح مكان. أول ما أشوفه بالإزازة دي أخربوا دماغه. هتجيبه منين دلوقتي؟ ده كلهم سافوا وراحوا لندن. والله لو كان في بط الحوت لاجيبه. طب استاذن انا. تمشي ليه يا باشا؟ انت بتعصب ليه؟ باشا انا اسف يا باشا، اسف يعني رميت بلاها عليك من غير سابق معرفه. نتعرف بسعادتك. انا مؤنس الشنكحاوي. مصلح الزعبلاوي. الزعبلاوي؟ احسن ناس. انت ابن مين في الزعبله؟ انت تعرف الزعبله كلهم واحد واحد. امال دول حبايبي. انا ابن يعني عارف. تعرف عنتر الزعبلاوي؟ امال ده مربيني. ده عمتي. ايه عمتك؟ قصدي يعني واخد عمتي. مع عمتي من الزعبله برضو، عنتر وزعبله. يلا بينا. لا يومك شغال. تعرفش مكان محسن هنداوي؟ اول ما هشوفه هعرف هو فين، حاجه اقول لك على طول. يا رافض والنبي ما انت ماشي. نسمع سلام لراجل الاعمال الكبير اللي شرفنا وحضر فرح النهارده.